سخرت صنع الغاز التوزيع لولاية أم البواقي كل إمكانياتها المادية البشرية وحتى المالية، وفي وقت وجيز إذ تم إنجاز ما يزيد عن 293 كيلومتر من الشبكة الكهربائية للتوتر المتوسط التوتر المنخفض، لربط ما يزيد عن 641 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بتكلفة إجمالية فاقت 100 مليار سنتيم، بلغت فيها مساهمة سونالغاز التوزيع لما يزيد عن 23 مليار سنتيم. تجهين هذا الكهرباء الفلاحية وراحنا نحصدوا اليوم في الذرة الفلاحية، وإحنا بربي إن شاء الله مع السقي راح نزيدوا نطوروا في المساحات ونزيدوا المساحات العلفية، لأنه السيد رئيس الجمهورية يحث على الذرة باش نجيب ما نزيدش نجيبوا الذرة والحبوب من الخارج، لأن احنا عندنا الإمكانيات باش نديروا اكتفاء ذاتي في الحبوب والذرة ونقدروا نصدروا للخارج.